السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة معانا فيديو مزاد للبيع، زغاليل زاجل للبيع في دمياط. معانا الكراتين دي، مجموعة الكراتين دي، طبعا احنا قافلينها لان دي فيها مش زغاليل، يعني هي شباب، دول شباب دول زغاليل، دول شباب، كرتونة دي كرتونة دي شباب. يبقى معانا الكرتونة دي 5 زغاليل اسود اللي هم دول زغاليل، ومعانا 5 زغاليل دول، دول اللي هم زغاليل عمره صغير، لكن احنا هنبيع كله، هنبيع كله بسعر الزغاليل. طبعا هو انا برقمهم، انا اعمل لهم دبل كده كليبسات اللي هي فك وتركيب علشان نعرف ارقامهم. يعني انا مرقم دول من 1 لـ 5، دول 5 زغاليل، دول رقم من 1 لـ 5. تمام، هنشوف كده زغلول، يبقى هو زي ما حضراتكم شايفين من رقم 1 إلى رقم 5، الدبل اهو عليه على رجله. يبقى المجموعة الأولى دي، هنبدأ بالمجموعة الأولى دي، 5 زغاليل، تشوفهم كويس، هنبدأ المزاد بتاعنا. مش هنقول ب50 ولا ب60 ولا ب100 ولا الأسعار المغالفة دي، احنا بنعمل دعاية للقناة. هنبدأ المزاد من سعر 40 جنيه للجوز، يعني 20 جنيه للزغلول، لكن انت هتكتب حضرتك سعر الجوز لو عايز تزود. احنا بدأنا الجوز ب40 جنيه، لو عايز تزود زود 5 5 ب5، 5 جنيه ب5 جنيه، يعني بداية الزيادة تكتب 45 جنيه، واللي عايز يزود يكتب على اخر تعليق، يشوف اخر تعليق كام، يكتب يزود عنه 5 جنيه فقط. احنا يا جماعة بنحارب الغلاء. شوف بسم الله ما شاء الله زغاليل، هي دي اصغر اعمار عندنا دلوقتي، هما والخمسة التانيين الاسود، نحاول نبعدهم عن بعض، شوفهم على الطبيعة. بكده احنا شفنا الـ5 زغاليل اللي هما المجموعة الاولى، سعر بداية المزاد 40 جنيه للجوز يا بلاش. تقدر لو هتربيهم تربيهم، وما لسه مطروش تاكل من ولادهم، عايز تطيرهم تطيرهم، عايز هتشغلهم خدامين ينفعهم احسن حمام للتحضين، الحمام الزاجل. طيب عشان ما نضيعش وقت نشوف المجموعة التانية برضو، نجيبها في السلكة. المجموعة التانية برضو 5 زغاليل لكن اسود، دول المرة دي 5 زغاليل لونهم اسود، برضو مرقمينهم لكن الارقام من 6 لـ 10. احنا ماشيين يا جماعة بالترتيب من 1 لـ 5 المجموعة الاولى، من 6 لـ 10 المجموعة التانية. برضو هنقول سعر الجوز برضو 40 جنيه للمجموعة التانية، الجوز 40 جنيه بداية المزاد، لو عايز تزود زود 5 جنيه. كتابة السعر يا جماعة من خلال تعليقات الفيديو فقط على اليوتيوب وليس فيسبوك، المزاد علني على اليوتيوب وليس على الفيسبوك. تكتب تعليق زيادة 5 جنيه عن التعليق اللي قبلك على سعر الجوز، وتحدد المجموعة اللي انت حضرتك عايزها. دي زغاليل لسه، احنا لسه طبعا النهاردة الحد، لكن احنا هنعمل نهاية المزاد يوم الجمعة، يكونوا من الزغاليل كبروا ان شاء الله، للزغاليل كلها نهاية المزاد يوم الجمعة، يوم الجمعة عشان نعطي فرصة لأكتر ناس تشوف المزاد. يبقى كده المجموعة التانية، نشوف لسه عندنا ايه في الكراتين، لسه عندنا 3 كراتين ما تفتحوش، هنشوف اللي فيهم ايه. المجموعة التالتة جوز، ده بس جوز بس، ما فيش غيره،
برضو هنقول بداية المزاد فيه 40 جنيه، نقول المجموعة الثالثة بداية المزاد الجوز 40 جنيه. ما تنساش طبعا شرط المزاد اللي هو التسليم في دمياط. احنا ملبسينهم دبل اللي هي كلبسات يعني فك وتركيب رقم 11 و12 اهو، عشان نبقى عارفينهم المجموعة الثالثة رقم 11 و12. طيب هنشوف حاجة تانية، دول شباب يا جماعة، اول قبل ما نشيلهم دول شباب، هنشوف معلش انا بصور وفي نفس الوقت بمسك الفن اهو ان شاء الله سجل، معلش هي ماسكة الحمامة طبعا غلط، لكن انا بصور بس ماسك الموبايل بالايد التانية تمام. يبقى زي ما قلنا الجوز ده 40 جنيه برضو، معلش ان كان الصوت ما كانش طالع في المرة الاولى. الفرد التاني اهو برضو بداية المزاد فيه 40 جنيه. شباب جوز شباب شوفوا يا جماعة ما شاء الله زاجل محترم، بنحارب الغلاء، حارب الغلاء يا جماعة. طيب نجيب مجموعة تاني، دول أرقامهم قلنا، دول المجموعة التالتة أرقامهم لابسين دبل 11 و12. المجموعة الرابعة معانا فيها 3 جواز من اللون الأسود ده، كله زاجل طبعا أهو بسم الله ما شاء الله. شباب يا جماعة ممكن تسمع صوتهم دلوقتي بيزومهم اهو ازاي شباب. المجموعة دي مرقمة من 13 حتى 18، واخدين ارقام 13 الى 18 المجموعة الرابعة، برضو بداية المزاد فيهم الجوز 40 جنيه، الاستلام في دمياط. ما تنساش تكتب في التعليق على اليوتيوب، تعليق تحت الفيديو في اليوتيوب ومش على الفيسبوك، لان احنا بننشر الفيديو تاني على الفيس. طيب اهو زي ما حضراتكم شايفين، سيبهم هم يخرجوا، نشوف في مجموعة تانية. يبقى كده المجموعة الرابعة فاضل عندنا تقريبا مجموعتين، المجموعة الخامسة 7 شبابات اسود برضو، اللي عايز المجموعة الخامسة والرابعة يكون افضل له لان هما زي بعض. برضو هنقول بداية مزاد الجوز 40 جنيه، الارقام اللي متدبلين بيها من 19 حتى 25. هنشوف هم، هنسيبهم ان هم يطيروا. شباب ما شاء الله برضو بداية سعر الجوز 40 جنيه، بداية سعر المزاد. فاضل عندنا مجموعة واحدة اللي هي المجموعة السادسة، 6 مجموعات يا جماعة الاستلام في دمياط. المجموعة السابعة 4 جواز بسم الله ما شاء الله، اخدين ارقام الدبل من 26 حتى 33، 8 حمامات اهو
برضو هنقول مش عايزين نزود. طبعا هم يستاهلوا اكتر من اللي احنا بنقوله بكتير، يستحقهم اكتر من اللي احنا بنقوله بكتير يا جماعة، الناس اللي تعرف حمام الزاجل. لكن احنا بنعمل دعاية للقناة، هنقول برضو بداية المزاد مش هنزود، 40 جنيه للجوز، 40 جنيه للجوز بداية المزاد، زود بال5 جنيه فقط من خلال تعليقات اليوتيوب. اهو يا جماعة هنشوف، بسم الله ما شاء الله شباب. ما تنساش التسليم في دمياط، شرط البيع الاول المزاد في دمياط، ثم الشرط الثاني المزاد من خلال تعليقات اليوتيوب. طبعا هيكون الأولوية للي يطلب المجموعات كلها على بعضها، يبدأ بهم تربية جديدة، ممكن يأكل منهم، ممكن زي ما قلنا عايز يطيرهم يطيرهم، عايز يشغلهم حمام تحضين، ممكن ينفعهم في كل الحاجات دي. أحسن حاجة ممكن تربيها إن أنت تأكل من ولادهم زغليل، زغلولهم بسم الله ما شاء الله أحجامهم كويسة. اللي هيستقر عليه المزاد على اي مجموعة طبعا هنبعت له اللينك بتاع الفيسبوك او الرابط بتاع الفيسبوك بتاعنا، يتواصل معنا نقول له مكان الاستلام فين، وممكن كمان نعطيه رقم التليفون. المهم ان هو قبل كده يستقر عليه المزاد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.